وابص باكد هل العميل ضارب القميص بتاع الفريزر بسكينه، يبقى كده بدايه عرفت ان في سكينه هي اللي ضاربه القميص، يبقى ده سبب تسريب محتاج ان انا اغير القميص. طب لقيت القميص كويس زي ما انا شايف كده ماشي، في الحاله ديت بشغل الفريزر واول حاجه بعملها بحط ايدي على الشبكه. طبعا زي ما احنا سامعين الصوت عالي جدا، لكن الشبكه بدات تسخن معايا. بفتح الفريزر ابص على المواسير بتاعت المضخ هل بدات تسخن ولا لا، اتاكد من القميص سليم واشوف المكسر عندي بدا يسخن ولا لا، وفي تبريد داخل هنا بدا يسقع ولا لا، بدا في تسقيع خفيف اهو. عشان اتاكد اكتر ببص على الجهاز من الخلف. طب في وصله شحن هنا موجوده في الضغط، في الحاله دي نفك وصله الضغط الشحن التحتي واجيب عجلة الشحن بتاعي بالشكل ده. طبعا الشبكة بدأت تلف معايا وبحط العداد واحطه هنا في وسط الشحن علشان اشوف هل في غاز موجود ولا مفيش غاز. طيب لقيت في غاز هنا موجود، طبعا هعمل تفريغ سنة صغيرة كده عشان الهواء اللي في الخرابيط. لقيت هنا في غاز موجود في الدايره، تمام واضح معايا. اشوف هل الغاز معايا هينزل ولا لا، لان دلوقتي على خط السحب وانا مشغل الفريزر المفروض ان بعد فتره بلاقي المؤشر بتاعي ده بتاع الضغط المنخفض بيبدا ينزل معايا. طيب لو المؤشر معايا دلوقتي ما نزلش زي ما هو موجود قدامي كده، ركز كده معايا اقرب سنه صغيره كده ماشي، مؤشر معايا هنا على ال 40 اهوت 40 بي اس ار ماشي، المؤشر ما بينزلش. طب في الحاله ديت يبقى انا عندي في غاز موجود في الدايره، يبقى في مشكله عندي، يا اما الضغط مفوت و90% هيكون فيه تفويت في الضغط. طيب العلاج في الحاله ديت ان انا بقول للعميل ان انا عندي الضغط مفوت. عشان اتاكد من الموضوع ده لابد ان انا هبدا اقطع المواسير ماشي، واشوف كبس الضغط، لان ممكن يكون في سدد جزئي بسيط والدايره كبيره. الفن اللي كان مركبها قبل كده كان مزود مواسير نحاس 5 على 16 شايفينها، فبالتالي انا بتعامل مع جهاز اتشحن قبل كده. فالوضع الحالي دلوقتي ان انا عندي في غاز بس المؤشر ما بينزلش والشبكه اي نعم دافيه بدات تدفى معايا ماشي، لكن بالشكل ده لو استمر على الشكل ده اكيد مش هيديني درجه التجميد. فريزر مفيش اي حاجه، يا دوبك بدا سن التسريع ضعيفه جدا. بدايه المواسير معايا بدات تسعى سنه صغيره. في الحاله دي زي ما احنا كده موجودين بجيب جهاز الامبير بتاعي وبظبطه على وضع الامبير، وباجي على اطراف الكهرباء وبحط اشوف امبير الضغط. طب امبير الضغط معايا 5 من 10. طيب هل الامبير كده مظبوط؟ طبعا الامبير قليل 5 من 10 شويه ماشي، فبالتالي بضطر ان انا افتح على المواسير واشوف الكبس بتاعي هيعمل ايه. خليك معايا قبل ما اقوم بعملية قطع المواسير ماشي، هبدا افصل الجهاز واشوف المؤشر معايا هيرتفع ولا مش هيرتفع. هنفصل بسرعه كده، عشان اطمن اذا كان في سدد في الدايره ولا لا. لو المؤشر رفع معايا، هو دلوقتي كان على ال 40 نزل على ال 40 شويه، لو رفع المؤشر معايا يبقى الدايره ما فيهاش سدد، يبقى الدايره فيها غاز وما هياش مسدوده. المؤشر بدأ يرفع معايا اهو، هنتظر شويه كمان عشان اتاكد
ان هو رفع 100%، المؤشر كان على ال 40 بدا يرفع اهو وصل ل 50. ففي الحاله دي يبقى انا ايقنت 100% ان المشكله عندي موجوده في الضغط. طبعا صوت الضغط اللي احنا سمعناه بيدل ان الضغط مش مظبوط، ماشي، لكن عشان اتاكد، وطبعا ما دام موجود معايا وصله شحن يبقى اكيد عشان ادي راي حازم للعميل واشتغل وانا مطمن، المؤشر بدا يرفع اهو، هركب العداد بتاعي بس اشوف الغاز موجود ولا لا. فمجرد ان العداد معايا ما كانش بينزل، يبقى في الحاله دي انا عندي في الضاغط ده تفويت، الضاغط مفوت. يبقى حاليا دلوقتي المشكله عندي ما هياش سدد ولا الضاغط قافش، لان المؤشر هنا بدا يتحرك يرفع معايا اهو. مجرد ان المؤشر رفع معايا كده يبقى الدايره سليمه وما هياش مسدوده. طيب لو المؤشر ما رفعش معايا، يبقى في الحاله ديت الدايره ديت فيه موجود فيها سدد، هيجي عند الفلتر من هنا وبيسد. لا كده ما فيش سدد عندي اهوت موجود، المؤشر كان على 40 ورفع هنا لل 60. في الحاله ديت انا هقفل الجهاز بتاعي، هفك الجهاز بتاعي وهبدا اقطع المواسير بتاعتي من عند الفلتر واشوف كابس المطوف شكله ايه. خليك معايا. دلوقتي انا حصلت الفلتر، ماشي، الضغط عندي لقيته بدا يرفع هنا، قرب من كده شويه، ماشي، وصل معايا هنا فوق ال 60 اهوت، ماشي، معنى كده ان انا اتاكدت ان الفريزر ده ما فيهوش سدد. تمام، هبدا اشغل الفريزر تاني. طبعا الصوت كده واضح، بدا يسمع معايا اهو، بينزل الشبكه بدات تكبر، طبعا بينزل ببطء جدا. فده كده 90% هيكون فيه تفويت. عشان اتاكد من الموضوع ده هبدا بقى اقطع الكابلات بتاعي واشوف الكبس بتاع المطور، افصل دلوقتي، ماشي، ونشوف الدنيا فيها ايه. خليك معايا. انا كده فتحت عليه، ماشي، موجود معايا الغاز موجود هنا اهو، يبقى كده اكيد ان احنا ما عندناش تسريب. بعد ما اخلص كميه الغاز بتاعتي ابدا اشغل المطور، ويفضل ان انا افك الفلتر من البدايه عشان يبقى الكبس بتاعي يبقى واضح معايا، ماشي، ما يبقاش فيه خلل في الكبس. وبعد ما اخلص الغاز بتاعي واتاكد منه هبدا افك الفلتر من هنا، يا اما بقطعه بماسوره يا اما بقطعه بالبولي باللحام زي ما احنا شايفين من الجزء ده. يبقى هنا كده كميه الغاز بتاعتي موجوده وبدات تطلع. خليك معايا. دلوقتي انا فضيت الشحنه، ماشي، شويه الغاز موجودين، شايفين الماتور بيطلب معايا زيت من هنا ازاي من خط السحب. طبعا ده كده حاله مستميته، مفيش اي سحب خالص، شايفين الزيت اللي نازل منه. طبعا ده المفروض دلوقتي بيسحب، المفروض شغال، انا شلت العداد نهائي، العداد كده مش موجود معايا خالص، والدايره شغاله. يبقى انا عن طريق العداد عندي وان المؤشر ما بينزلش معايا هقدر احدد اذا كان الضغط مفوت ولا مش مفوت. كده الضغط بتاعي ده مفوت، شويه الغاز اللي طالعين دولت هم كانوا في المواسير بتوع اهو، لكن هنا مفيش اي سحب خالص، ده الموتور كده شغال اهو، كده مفيش صوت نهائي، الصوت العالي اللي كان موجود ما عادش موجود، وده كده الغاز بيطلع، وهنا السحب بتاعي مفيش سحب. وزي ما احنا شفنا كده مطر كميه الزيت اللي موجوده ايه معانا. فطبعا كده الضغط ده لابد من استبداله، يبقى الضغط ده عندي كده بفوت. استنى دي اما الغاز بتاعي يخلص خالص ونشوف فيه معاه، لان في نسبه مفيش اي سحب، ماشي. يبقى في الحاله دي ده عطل تفويت، الضاغط مفوت. في الحاله دي انا بستبدل الضاغط باخر جديد. طبعا في الحاله اللي زي دي قبل ما اركب الضاغط الجديد لازم انضف الشبكه بتاعتي كويس بالسوزه او بالغاز بالسائل، ماشي، وهنتابع مع بعض ان شاء الله كيفيه تركيب ضاغط جديد وتنظيف الدايره، ماشي، اما بالسوزن او بالغاز بالسائل، ماشي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.